شخصية المهرج، مهرج الملك لير بهلول، الرؤية لتامر كرم، هو عامل رؤية ميوزيكال في تمثيل ورقص وغنى واستعراض كل حاجة. فبالنسبة لي مهارات جديدة، الناس شافتني بمثل، الناس شافوني بغني، بس ما شافونيش بعمل التلاتة مع بعض، ان بمثل وبغني وبرقص لايف. فمهارة جديدة الحمد لله اشتغلت عليها، ويا رب الناس تتبسط. التمثيل مع دكتور يحيى الفخراني متعة 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 كبيرة، طول الوقت بتعلم بستفيد. انا واقف جنبه كده من غير ما هو ياخد باله، انا عامل زي السفنجة كده، عمال امتص خبرات السنين اللي عنده باخدها احتفظ بيها كده من غير ما ياخد باله، يقول جملة ملحوظة، يقول حاجة، فانا قاعد براقب بصراحة، هو ما يعرفش ان انا براقبه وبتعلم. فانا بالنسبة لي اتعلمت منه حاجات كتير، اهمها ان الحرف ممكن يغير لك معنى كلمة واحساسك ومشاعرك كممثل. هنقول مثال كده عشان الناس تبقى فاهمة أقصد إيه. يعني مثلا لما أقول أرجو افتح الباب مثلا، دي جملة مش في العرض، بس مثلا اللي هو أرجو افتح الباب، غير لما أقول لك أرجوك افتح الباب. أرجوك هنا حصل فيه ود ولطف بيني وبينك، إنما لما أقول لك أرجو غلق الباب في أمر، إنما لما الكاف دخلت على أرجو بقى فيه ود بيني وبينك وفي قرب. فالحرف ممكن لو الممثل بقى واخد باله من الألفاظ والحروف ممكن يغير له مشاعره وإحساسه. خفتش من دورك في المسرحية اللي هو تجسيد دورك، لو إنه ده دور صعب جدا؟ لا ما خفتش، يعني اللي خاف يروح. وأنا ما بخافش، بالعكس أنا بحب أجتهد، بحب أشتغل، وبحب أغامر، بحب أخد الحاجات اللي فيها تحدي كبير وأشتغل عليها، والتوفيق من ربنا إن شاء الله. وما ينفعش خايف، اللي يخاف ما يمثلش، اللي يخاف يروح وما يمثلش.